يزوجش تصيب الظن بالله. ربي قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يا رسول الله ساعات نقول كلام يا خواتي، لا ما ظنيتش بالصوت ما نوزنوهاش. يا اخي ربي مش قاعد يسمع فيك اش قاعد نقول. يا اخي ما امش الاوان ان نراقب السنتنا ونستحي من الله. انا اقول لك محيط بكل شيء، انا قادر على كل شيء، انا ساكفيك، انا حسبك، انا وكيلك. وتتقلي ما نظنش يعني. ولذلك ربي سبحانه وتعالى معناها نسب سوء الظن به الى الجاهليه العمياء. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. احنا ما زالت فينا شيء من الجاهليه يجب ان نتخلص منها. ربي خلصني منها واياكم ان شاء الله. يقول المولى عز وجل في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي ان ظن بي خيرا فله وان ظن شرا فله. قال سيدنا علي: يا ايها الناس توكلوا على الله واتقوا به فانه يكفي مما سواه. يكفيك اذا تثق بربي سبحانه وتعالى، يكفيك ان شاء الله. اصلا التوكل على الله هو الثقه في الله، مطمئنه ان ربي سبحانه وتعالى سيكفيني ويرضيني. فالتوكل ذخر لي في الدنيا والاخره. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. شكون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. مقام عظيم، مقام عظيم يا أخواتي. ربي وفقنا وصلني أصل إلى القصص. فما أنساني يا أخواتي محكوم بالإعدام. وقتل روح سوداني، هو قتل روح في السعودية، قتلها الروح. سامحوني، قتل السوداني هو إفريقي، وقتل السوداني خاصمه حضر الشيطان أزهق روحه من كان بجواره. فما إنسان في مدينة من مدن السعودية أمين صادق ومتقن في عمله يخبر النوعية الرفيعة بتاع الجمال. يعرف هذا جمال يصلح لكذا، هذا جمال يصلح لكذا. واحد من الخيان في الإمارات سمع به فكلفه أنه دائما هو اللي يشيله حاجاته من الجمال. في كل مرة يختبر بقاه يشري ويرجع الأمانة والناقص ويجيب أفضل وأجود الألوان. تعاملوا مع بعضهم لفترة، بعد فترة قالوا راهو ثم نوعية متاع جمال في المدينة الفلانية في السعودية وإحنا ماشي جالس، نوعية رفيعة تمشي منها نصيب. قالوا عندك ميزانية مفتوحة اشري وأنا مطمئن. قال أنا عادة كيف نسافر لنحب إذاعة ولنحب تلفزة ولنحب وسائل التواصل، نحب إنسان يرافقني في السفر في ربي نعمل فيه أجل ويأنسني يونسني في الطريق. قال أنا ماشي في طريق سبحان الله وقف إنسان من السودان يشاور على السيارات. وقفت تحاورنا: من أنت يا فلان؟ أنا كذا، وين ماشي؟ قال أنا ماشي الجبس. قال سبحان الله حتى أنا ماشي الجبس، شنو عندك؟ قال أنا عندي مش نشري جمال كذا كذا. قال والله أنا عندي أخويا تقتلك، قتلوا إنسان أفريقي وهو الحي القصاص باش نفذوا عليه الحكم في هذه المدينة يعني بالجبس، وولي الأمر ولي الدم يجب يكون حاضر. قال قتلوها تحبشي تتنازل، من الذي أنطقه؟ ما يعرفوش. تحبشي تتنازل ونعطيك كذا كذا. قال والله لا أملك هذا كلمك، حتى جزء بسيط منه لا أملك. أنا الذي حركه خليه هو يكلم إنسان من الإمارات ويجي ويسافر لتلك المدينة ويهز إنسان في أعراضه
اللي هو عنده غدوه الحي القضيه الفلانيه. قال والله انا مدبيا نازل الموضوع عنده 5 سنوات يا اخواتي، 5 سنوات التنفيذ سيحصل غدا. قال والله انا مدبيا نازل لكن انا اشوف زوجه اخويا مانيش وحدي انا وليدا. قال اتصل عليها، اتصل عليها انا في حال قاعده في حاله مزريه وشده ماديه ومسؤوليه الاولاد وفكر بعضي. قال لها تقبل شيء نازل وتاخذ كذا كذا. قال وين؟ قال لها ايه؟ قال نقبل نازل. وقلوا احنا 100 مليون انت 80 ولا 20. قال نقبل. مشاو وصلوا للمكان اليابس. يتصل هذا السعودي صاحب الدين والخلق ويتصل عليه الاماراتي، قال له شو عملت يا فلان؟ قلت شي حاجه ما شاء الله. قال له قلت لك ما افضل. قال له شنو الافضل؟ قال له وعدت مراقبه. قال له ان شاء الله وحدي، وحدي معناها ما يشارك لي فيها احد. قال له وحدك اطلب شو تحب. قال له كذا كذا. قال له الان ارسلها اليك. إذا راه تسمعوها مباشره من راويها يا اخوان. ارسلها مباشره. قال وقت اللي وصلنا الغدوة الحية للإنسان نلقاوه عنده 3 أيام وهو على سجادته منكسر يبكي متوكل على الله. بعد 5 سنوات ما يخرج من على السجادة إلا بضرورة. أهم توكل الحقيقي على الله. سخر الله له 3 رجال، لو واحد يعرف الآخر، خدموه وأنفقوا وفرجوا كرباه. أهو اللي يحب اللي يتركوا. من هو الله الذي نعبده؟ هذه القصة الأولى. القصة الثانية إنسان يخدم موظف في مكتب ومطيع لأمه، وفي آخر الأسبوع يمشي للبلد نتاعو ويخدم في مدينه وامه ساكنه في روضه واحد المدينه. في اخر الاسبوع يمشي في خدمه امه. قال في ذاك اليوم قال له نحب ننظف المستودع او بيت الخزينه الشيء اللي تحط فيه. قال وانا في خدمه تحت امرها هز هذه طيش هذه حول هذه. جات الصحبه كبيرة وعاء كبير. قالت له هذيك طيشة ما نحبهاش. قال أنا حاجتك لها. قال أخذتها ميتي أنا في البيت في المكتب متاعي عنده شرفة بلكونة يجيو فيها الحمام. قال حب اسقي الحمام. حطها وقعد مستمتع بأنه الحمام يعني يشي ويشرب. قالوا إذا بي يوم حلال سبحان الله في ساقها شيء مربوط. لو ما أراد الله هل رآها؟ هي تجي بالذات كل شيء بيده. فماش ناصية، فماش حاجة إلا بيده. قال انتبهت قلت سبحان الله والله كأنه عمل كأنه سحر. سبق شيخ قال له شفت كذا كذا. قال له فعلا يا ابني هذا عمل، وإذا استطعت أنك تجيبه مأجور عليه إن شاء الله. قال مشيت فكرت قلت عنده واحدة بتاع صيد صغيرة. قال جبتها بالساكتة بالسارق دخلتها في المكتب متاعي. قلت هي تجي وأنا نضرب. وبعد قلت إذا نضربته ويسمع وتصير لي مشكلة لا مش علي شاهد العقل بالضبط. قال عندي ابن عمي واحد من أقاربي نعرف اللي هو ما شاء الله عليه يعني صياد ماهر ويحب الأشياء هذه وديما يصطاد. قلت له الحكاية. قال له ولا يهمك. طبعا هي مكة فيها جبال وفيها أماكن. قال من الشرفة نتاع المكتب نتاعي تشوف يعني بعض هضبات وبعض جبال. ابن عمي اجلس في مكان مناسب مقابل الشرفة ومتهيأ باش إن شاء الله لما تأتي يضربها. قال قدر ربي 3 أيام وما جيتش. هاي الرابع يوم جيت مشيت خدامة.
ربع يوم جيت قامت بالفرحة كلمت بها فلان قالوا خلاص شفت هضمها مرحة يعني أضربها وهزوها للشيخ. طبعا هناك عندنا رقاد شرعي ولذلك قالوا افتح العمل وقرأ القرآن وفككه بعلمه ومعرفته فإذا فيه عمل فضيع. طيب أسألكم ما هي الأسباب اللي اتخذها المسحور المتضرر المبتلى بذاك السحر؟ ما هي الأسباب؟ إذن مع الأسباب توكل. يا رب أنت قادر، يا رب أنت وكيلي. فربي سخر شوكة من الناس الكل والحمامة تشيل عنده ببره لأمه. شفتوا التدبير اللي قلت لكم مثلا ماشي أحسن من تدبير ربي سبحانه وتعالى. قصة ثانية، القصة الثالثة هذه إنسان مسكين وضعيف ويتسمى من الطبقة البدون. البدون هذوما في الكويت ما عندهمش حتى جنسية، يعني درجة طبقة متعبة ومرهقة ويحبوا يتحصلوا عن جنسية وما زالت القرارات صعبة وما زال الطريق أمامهم صعب. وهو شاب ما قدرش يعني لقى كيفاش يخدم، ما عندوش بطاقة تعريف، ما عندوش جنسية. أهله تكاتفوا وشراوا له سيارة أجرة يعني بالتعاون وسببوا له في عمل وظيفي من مستوصف المستوصف يهز معناها الأطباء. وفي نفس الوقت وقت اللي وقفوا له ناس في السوق ولا يهزوا يتمعش ربي سبحانه وتعالى سيطرها معه. وفي آخر الوقت آخر العمل يمشي بيت عند أمه وصغيراته. النهار قالوا كفولي ثلاثة حرمات ثلاثة نسمة ركبتهم وين ماشيين وقلوا احنا هو ماشي العقارب هم ماشيين نجبنينا وصلهم. قال لي تحاوروا معايا عرفت اللهجة اللي هم من القرية الفلانية وهم عرفوني اللي أنا من القبيلة الفلانية. تم الأمر يعني هم استلطفوه واستلطفوا تم الأمر على خير وكمل خدمته مشى لخوه. صغار خوه قال لهم بالله مطفول التاكسي ودخلوا لي معنا ما في دخلوا لي لقوا حقيبة سوداء صغيرة. قال دخلت بها للغرفة متاعي أصبحت أنا قام الآن ذهبت. قالوا ذات الصراع على نفس يا أحباب ربي هذا رزقك وهذا ربي جابه لكم بشدي لها الزيت وربي يفتح عليك وهذا قال وانا نتحارب انا وياها حتى قال الله اكبر مش رجعلي شيء العقل. هو قال الله اكبر استعود من نفسي ترجيم قمت توضيت وصليت وزيت السياره بتاعي ومشيت للمكان. ما قلت لكم كي تحاور معاه ما عرفنا من وقت اللي وصل لي القرب والبيت واقف قالوا والله لما قالوا لي اللي انت من القبيله الفلانيه قلت لهم والله لم يجيبها لانهم امناء وناس اصحاب اخلاق. اما على الامانه نتاعك والله لما جمعوا مال وقالوا له كراما لردك للامانه مش نعطيهم المال. شيت لعند هاك نتاع عريسه الغدوه الحيه درسها وبقيت يعني البدوة اللي يروحوا باش يشريوا سوق الذهب كلهم ياخذوا هكا ياخذ خلخال هيك علاش يلقى الحقيبة ملآنة بالذهب ويلقاهم ناس ماهوش ميسوري يعني ناس مع ذلك إكراما لأمانته جمعوا المال وقالوا ياخذوا حلفوا. علاش قلنا المتوكل لا يحب إلا من عنده ما نخلصش على الأمانة متاعي. قال وقت اللي كرروا وأصروا وتشددوا يعني في يعني حرصوا على أني أخذ شيء قال هزيت 10 دينار هكا 10 أوريقة 10 دينار قلت لهم على الأيمان بتاعكم وباش من وقعوا. قالوا هزيت سيارتي ورجعت أنا رجعت في الطريق وأنا من قزوز يتعاركوا في عركة بسم الله الرحمن الرحيم ولا معاهم حد باش يقاتلوا. هبط نجري من التاكسي بتاعي يخدم باب محلول مشيت نجري باش نمنع المصيبة. واحد هازز الحجر باش يضرب الآخر قال لك تجي في راسي
كما يقول مع الحمى زاد ابليس، يقولوها خيالنا مع الحمى زاد ابليس. قال رصاد كدمية وهزوني للمستشفى وثلاث ايام في المستشفى وغرازي. قال لك رجعني عاد هذاك الوسواس، يا اوكي الامانه نتاعك هاك صورتك ملوح هاك شكليت، اجري اجري على الامانه والتقوى والورع. قال بسم الله الرحمن الرحيم، استعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمل ثلاث ايام وخرج باقي 10,000، خذا تاكسي ومشى البلاصة اللي فيها السيارة نتاعو. كمل يلقى السيارة تسقط. يا ربي قال يا ربي، يا ربي أنا من أجلك كل شيء فعلته من أجلك وأنا متوكل عليك. كيف هي؟ والدولة الكويتية تقر أن هذا من المجموعات هذوما ياخذوا الجنسية وياخذوا كذا تسهيلات مادية، وعندك حق تاخذ بطاقة يلقى أهله عاودوا جمعوا له المال وشراوا له سيارة وحصل على الجنسية وخذا الأوراق وخذا الفلوس وخذا قطعة الأرض، وبعد فترة تكلموا الشرطة تقول له السيارة بتاعك لقيناها. قال في ظرف عام متزوج بالفيلا تاعي بزوج سيارات وأنا سعيد. إذا أعطاه فده شبيعة فقد توكل عليه. قصص كثيرة لكن باش نكتفي بقصة أخيرة إن شاء الله، وهذا إن شاء الله مين يروش فيه بإذن تعالى أو قصتين. القصة ثم عجوز عمرها 75 سنة يا أخواتي، هي القصة اللي صارت عليه. هو عسكري بعثته الدولة من مدينة إلى مدينة فترة قصيرة، خرج يشتري من عند البقالي قمرية كبيرة وحيدة عمرها 75 سنة بسيط كركة في القفيفة متاعها، هز وصلها بالدار. شبابته بدعا الخير قال بسيطة بسيطة دار بسيطة حياة بسيطة وهي وحيدة. معناها شكرته قالت لي يا وليدي دعيني باش ربي يرزقني الحج. باش يرزقني الحج مش مربية ولا بحر تأليه الأسباب عند ربي قادر. تخيل هو دايره هو شاب يقترح عليه غير يتزوجها وتزوجها سوريا وهزها للحج وكان في خدمتها لأنها متوكلة على الله. وبعدين جاته نقلة قالها مطلقك؟ قلت له لا مطلقنيش خليها. بعد بديده جاء إشعار من الحاكم المسؤولين زوجتك توفيت ويجي خد الورثة بتاعك. دويرة بسيطة شي ما فيها كما يعرف الأثاث بسيط، أما هي عندها سنين مقدمة على الأرض. الأرض هذيك جاها فيها القبول، كانت بسيطة أصبحت ما شاء الله تلك الأرض. في ليلة ونهار حلت مشاكله كنت زوج وربي كرمه، هي ربي كرمها هو ربي كرمها. كانت ليش زوج زوجها ربي وصلها للحج لأنها متوكلة عليه، ما عندها حتى سبب، متوكلة على المسبب. القصة الأخيرة هي قصة إنسانة خيارها زوجها بين ثلاث خيارات، هو تزوجها هو سعيد بيها ويحبها، جابت له البنية الأولى يفرحنا بيها يسعدنا يفرحنا، زادت الثانية نقصت الفرحة، الثالثة يا لطيف، الرابعة الغضب بدل الفرح، الخامسة قالها والله كان يجيبها طفل. أمام ثلاث خيارات، ينطلقك يتزوج عليك يتلوحها. راهو مولاها تروحى السيدة هو اللي يروي. قالت له يا وفي الناس يعني هذا أمر ربي لا دخل لنا فيه واللي عمل ربي طيب بالكلام طبعا تثبيت الأعقاب وتصحيح النواة ما ينفعش. أنا نحب راجل يحمل اسمي ويقوم بيا في آخر حياتي وما تعرفوا الفكر الجاهلي.
هي كانت لعل ربي سبحانه وتعالى يسدد حاله ويهديه. جاء وقت الولادة، مش حضر هو يقول يا ربي إن شاء الله طفل مصطفى، يا ربي إن شاء الله طفل مصطفى، هو اسمع بها طفلة وسلم بها وفي أمها وخلاها، لا خرجها لا خلص عليها لا شاف بنته لا باسها، هز روحه شال دارها. أمها قامت بالواجب، خرجوا بالبنية مشاو للدار لقاها موجود. مازال مصر أمامك ثلاث خيارات، يا نتزوج عليك يا نطلقك يا ترميها. قلت لي اشتدت وحزته معناها شهادة تصحيح، قلت أقول له أرميها معا يستحيل يعني البنت، قلت بها برا بها هزا ورماها أمام المسجد اللي صلي فيه، لوحها قدام المسجد اللي صلي فيه وقعدت تبكي ليلة ليلة ونصف نهار تقريبا. الغد راح يمشيش يخدم وقعد يتبع خمس ثلاث الظهر ما بقاهاش، هو قعد وقت اللي دخلها حتى أمام المسجد ودخل يصلي، خرج هو آخر واحد على أمل أن يهزهاش إنسان يريحه من الحلم. يا أخي اسمع في الناس واحد يقول يا أخويا شكون قال لي هي من حلال، يا أخويا تو نولي في سين وجيم مع الحاكم، احنا جعلنا هذه في العراق صارت في بغداد في أثناء الحرب. قبل الحرب قبل غزو الكويت سامحوني شويه، معناها ما نقدرش كل واحد ايش يقول الله اعلم. باتت ثمن دخلها الغدوه الحي، يبقى الامام دخلها للمسجد وعمل خطبه، خطبه اللي عمل كذا سيسال وما عندوش قلب، المهم تاثر قال انا باش نقوم بها، ظهر روحه بطل ملك ربي سبحانه. هو قرية بسيطة، الناس ولا تشكر وتفتحها ما شاء الله، والناس ولا تجي تشوف البنية اسمها شيماء. حتى نهار الأم قالت لهم يا أخي ما كنتوش تعرفوا اللي أنا حاول، راه هذيك بنته له بطل ولا راه السيرة فيها وفيها وفيها. هذا الموضوع. والأم بدا الراجل يتغير وبدا يتعلم بالعمل وبدا بدأ يتغير عنها ويبعد ويتعلل بالعمل وغيابات كثيرة في الليل وفي النهار، وهي صابرة بشيء خدمة يعني في مجال الحجامة وغير ذلك، وعالت بناتها وكبرتهم وعولت على نفسها التوكل على الله، اتخذت الأسباب وتوكلت على الله. يجي غزو الكويت، يخرج هو مع كتيبة لأنه ما ثم كان عسكر الاحتياطي يعني وقت ثم حرب حكومة نادي يعني بس اللي محدودين يعني أن يكونوا في يوم من الأيام عسكر وجيش للبلاد. خرج هو في كتيبة في غزو الكويت، هيك الكتيبة خسرت ودراجعت وخافت أنها ترجع للعراق تقتل، فتشردوا حين مشاو إيران وحين هو مشى السعودية واختفت أخباره. عاش سنين في السعودية من الجمشي تعرفوا قبل يعني الحاكم في العراق شديد وغيره، خاف على نفسه بقى عايش وحده في السعودية. لما حدث غزو العراق وأسقط صدام حسين اسمع قال الآن نجم ندخل. لما دخل فرحوا به فرح شديد، يلقى الأربع بنات تزوجوا. سامحوني هو قبل ما يسافر صرح لزوجته اللي هو تزوج امرأة أخرى جاب منها ثلاثة أولاد، وقتها فهمت سبب بعد وسبب نفور وسبب سوء معاملته وسبب كيف رجع. أول ما رجع رجع لمرته الأولى، ما رجعش للمرأة اللي أم الأولاد، رجع لأم البنات. يلقى بنيات الأربعة متزوجين ما شاء الله، والبنية اللي لوحها أمام الجامعة ورجعت يلقاها في الثانوي 16-17 سنة، وأولاده كيف كيف متزوجين وعايشين في البيت اللي هو شراها للزوجة الثانية. سمعوا بيها أخوال يعني أنساب أخوال شيماء أخوال البنات في بغداد، قالوا هو في كربلاء، قالوا جي من كربلاء البغداد مش نكرموك ونفرحوا بيك. فقد صار
أمشى وحكة وحديث وصهرية. هما راجعين من بغداد الكربلاء لابد أن يمروا على مكان فيه معركة حامية بين الأمريكان وبين المقاومة. تضرب عليهم صاروخ، تموت زوجته وأربع بناته اللي مرضاش بيهم، ويتضرب هو في سرسوره يصبح مشلول، شلل رباعي يديه ثقيل، ما عاشت له إلا شيماء. شيماء كانت نعمة البنت، سبحان الله، والله لما سمعتها يعني أفكت القصة، سبحان الله. مش تعرف أنه ربي قدر يعطيك البنات، لكن الطفلة اللي أنت لو وحدها أمام المسجد هي اللي مش تنقذك. شيماء تحب تنقذ أبوها، تبحث يا ربي شكون اللي ممكن يعمل عملية ينقذ بابا، ويقول لي على الأقل شفت في البيت الراحة والفرش. وهي في عمر 17 سنة آنذاك، ما عندهاش خبرة، تسأل قالوا لها أفضل ناس وأرخص أطباء في الهند، مشات لخوتها الأولاد، قالت لهم بابا شفتوا الحالة كذا وكذا، هتبيعوا الدار اللي شرها لكم بابا، إجاوا اسكنوا في معانا، نوليو عائلة واحدة، والدار هذيك ندوروا بها بابا. كابوك بابا راسك كان ولادي اللي بكى عليهم. مشيت تبحث في ورث امها بما ان هي الوريثه الوحيده، تلقاها ملمده شويه فلوس مع دارت في حواليها. المهم تحصلت على حق العمليه، باقي مشكل ثاني، ما عندهاش خبره، عمرها ما سافرت، لازمها تسافر المحرم، لازمها شكون معاها باش هي كي تدلها بوها، ثم شكون يشوف الاوراق في المصحف، يعني لابد من رفيق. هي كانت مخطوبة لولد خالتها وقت اللي صار الحادث، مخطوبة لولد خالتها وقت اللي صار الحادث، مشيتو قالوا أنا بذلت حياتي لوالدي، لا زواج ولا خطوبة، فسخت الخطوبة. وهي ما شاء الله عليها ذكاء وجمالا، فتقدم لها الكثير ورفضت. الآن اضطرت لابن عمها، قالوا معناها لا مش ناخذك، صاحبي إن شاء الله وجار من جيرانهم، يعني ربما تلقى سعدك وتلقى الخير في جار وفي برانه، ما تلقاش في صديقك. الجار وابن العم جاءوا معاها، وبالفعل تمت العملية وتحسنت حاله، ولا يمشي بالعكاز، وولى علاقات قضية البشرية، ولا يأتيها الوحدة، وتحسنت الوضعية، وزاد تحت الحناية والتمسيد وغير ذلك. هذا هو ملخص القول يا أخواتي. ربي سبحانه وتعالى قال هذا اللي يعنيني، قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندما زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وبالتالي لو رضي بما قسم الله له لكان حاله شأن آخر. البنات اللي مرضيتش بهم هزهم ربي، والأولاد اللي آذيت زوجتك وألمت زوجتك من أجلهم مسلمش عليك. قال إلى الآن يوميا يبكي، يتمنى زوجته ترجع لحظة، يطلب منها السلاح، يتمنى بنياته يرجعوا، ويوميا يبكي لما يشوف شيمة اللي لوحة أمام المسجد اللي قال بإذن. أخيرا قال أحد الصالحين التوكل هو مرتبة من مراتب السير، علامته لا يطلب شيئا لا من أمه ولا من أبيه ولا من أحد على وجه الأرض، وأي شيء جاءه يأخذه ولا يرده
من أحد شيئا إلا إذا كان حراما. وصاحب التوكل، صاحب هذه المرتبة، لا يضج ولا يلج، لا يعاند ولا يضج ولا يتكلم. ولو بقي 3 أيام بلا طعام أو شراب، فإذا أعطي شيئا يأخذه، ولكن ممن يأخذه؟ من عند الله. قل لك هذا ليس من عندك بل من الله، لأنه يفهم أن الذي بعث له المال هو الله، الذي بعث له الرزق هو الله، والذي ابتلاه وظلمه بفلان وعلان هو الله. إذن المؤمن المخلص لله رب العالمين إذا نوى على شيء وعزم عليه فإنه يتوكل على الله، وهو مطمئن إلى تدبير الله، مسلم لأمر الله، يقينه في فضل الله ورحمته، قدرته أو يقينه في الله لا يتزعزع أبدا. أدعو بما دعا به الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا ميمونا عطرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.